السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في قناة بهيجة، قناة بهيجة للصحة والأسرة والجمال. كما ترون جئتكم بزهور كثيرة لتهنئتكم بشهر رمضان المبارك، وليس بزهرة واحدة. مشاهدون، ستبقى الزهور عنوان التفاؤل مهما تغير فينا الحال، وسيبقى الأحباب والأصدقاء هم عنوان المحبة. فلكل الأحباب ولكل الأصدقاء الجدد في حياتي مع أسرتي أو أصدقاء اليوتيوب، لكل من ساندني وشجعني لإظهار فكرتي، لكل من تقبل مني ظهوري، أهدي لكم هذه الزهور أيضا للتهنئة برمضان المبارك. فاللهم أهله علينا باليمن والبركات، اللهم زكينا بنسائمه وارفعنا بقيامه واجعلنا من عتقائه ولا تحرمنا أجر ليلة قدره، اللهم آمين. دمتم في رعاية الله أحبائي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحبكم في الله.